بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا تمت تزكيتي من طرف الحركة الشعبية، وهذا شيء طبيعي لأن خدت الدش برلماني ديال الحركة الشعبية فترتين وتقريبا 4 رئاسات باسم الحركة الشعبية. هاد المرة ترشحت للجامعات من 2009 2015 بالأصالة والمعاصرة، لكن الحمد لله اللي كسب الثقه ديال القياده وديال القاعده، واللي ان شاء الله غادي يكون وكيل اللائحه ديال نتاع الحزب الاحرار، واللي غادي يكون وكيل اللائحه ديال الحزب الاحرار هو الخضر حدوش. وما يمكنش يزكيو اي واحد الا الخضر حدوش، لان كما قلت انا عضو في الحركه الشعبيه وعضو فعال، ولهذا تم تزكيتي. أنا كنت دائما ملتزم مع حزب الأصالة والمعاصرة. فبالنسبة لحزب الأحرار، أنا في 2000 وترشحت بالحزب ديال الأحرار، كنت عضو في الحزب ديال الأحرار، يعني الرجوع ديالي ماشي غريب.